بتجي البرنامج عندي ما نقول لك محمد انسان متدين، تعرف على بنيه خذاها كتب بصداق، حكاوا في موضوع النقاب ما فرضتش عليها، حكاوا قتلوا نلبس نقاب، نلبس نقاب، هي البنيه متحجبه بطبيعتها. خرجت امها بعد كتبان صداق قتلوا لا الزيجه هذه ما تصيرش وما تصيرش. ثبت انا الوليد فرض عليها ولا ما فرضش؟ يقول لي لا، ينجم يقوا حتى بنيه ماهيش متحجبه ولبستها محترمه ومستوره ما عندها حتى مشكله. يبدو لي موضوع النقاب تحشر في حكايه ما عندها لا اساس لا راس. والوليد كل ما في الامر يتصور انه البنيه تتبع في امها وانه فما سحر زاده ودرا شنو ما يخليهاش تعرس، هاي تتخطب وتبطل تخطب، لكن المراه مرته وشكي بيه وحكايه. بون انا الحق مصدق الوليد في الفيرسيون اللي قالها. اذا كان فما فيرسيون اخرى أو باش نشوفها في اللحظات الحاسمه مع زميله ريهام بن علي. ريهام مساء الخير. اهلا بك علي. مرحبا بك، شكون بحذاك؟ الليله مانيش وحدي، قاعده بجنبي خوله. خوله ضيفتي صغرونا شويه. ساعه ذيك بيرسينغ اللي خشم محلاها. قداش عمرك؟ عمري 29 سنه. 29، شعب حيل. والله انيماتريس. انيماتريس شنو؟ جاردان دونفون. جاردان دونفون. واش عاملين معاك صغيرات؟ والله سافا بوغ لو مومون، مانيش معناها في الخدمه نتاعي، خرجت منها خاطر شويه هكا ظرف، خرجت معناها بالخدمه نتاعي. فهمتك باهي. شعب في حياتك معرسه؟ عندك شكون في حياتك؟ وين عايشه؟ عايشه مع دارنا والحق معرسه وميم طون معناها عندي قضيه في الطلاق نتاعي. ديجا قداش قعدت معرسه؟ موا جست صديقك وديجا قدمت قضيه في الطلاق. فهمتك باهي. عندكش فكره شكون جابك بحذانا؟ حق لي مي كان عندي هيك شك نوعا. شك في شكون؟ اللي كان مسمى راجلي. باهي تشوفوا اسكو اللي كان مسمى راجلك هو اللي استدعاك الليلة بحذانا ولا نجم يكون اي شخص او شخص اخر؟ لهي تفضلي. منين؟ من سوسة. من سوسة، مرحبا بك. لالا شنو حوالك؟ حوال سوسة؟ والله لا سوسة حافلة عاد. ايه حافلة بالكدا. يقول لك سوسة سوسة البلاد. كل شيء تلقاه في سوسة. كل شيء وكل شيء. خيرة السبعة تبدا في سوسة، الناس الباهية تلقاها في سوسة. بون في البلايص الكل. في البلايص الكل. أما سوسة عندها أكشاغم اللي قعد في باعتبارها أول مدينة سياحية في تونس بريس. مرحبا بك لالا، عندكش فكرة شكون اللي استدعاك ولا استدعاتك الليلة في برنامج عندي؟ ما عندكش فكرة؟ باش نقدم لك زوج مؤشرات ولا ثلاثة لعل يقربوا لك ويقولوا لك شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي؟ ما نقول لك إلا المؤشر رقم واحد. طب ناس بكري قالوا القمح يدور يدور ويرجع القلب رحى. الناس بكري قالوا القمح يدور 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 ويرجع القلب رحى. عرفت الرحايا العربي هذيك؟ هكا ولا يتحط فوقها ويبدا القمح يتفترش، اما ديما يرجع القلب الرحى باش يترحى. عندي هكا شك. عندي شك نوعا ما. عندك شك نوعا ما، هل نبدد لك شكوكك ولا ناكدها؟ المؤشر رقم اثنين. طب الناس بكري قالوا العظمه ما تقول طق كان ما فيها شق. العظمه ما تقول طق كان ما فيها شق. فماش عظمه الطقطق من غير ما فما شق، الا اذا كان واحد هز العظمه طقطقها. صحيح. قرب لك شويه. ديجا عرفت شكون. ديجا عرفت. بالك تبدل رايك. شوف معايا المؤشر الاخراني. طب. قال ناس بكري قالوا عارك وخلي للصلح مكي. عارك وخلي للصلح مكي. ديجا واحد ديما يخلي مسافه للصلح. مهما كانت العركه نتاعو مع اي طرف ديما يخلي مارش. هامش بتاع مناورة، مساحة صغيرة بتاع مراوغة، مساحة صغيرة بتاع خلي أمرك للزمن للوقت، الوقت يداوي برشا حاجات. راه شكون خلف هذا الستار استدعاتك ولا استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك؟ أنا عرفت شكون المساوب مع زوجي السابق. باهي شوف بالكش تبدل رأيك. طب تفضل.
علينا جيت على خاطرك. عايشك يا خو بخاطرك يا لله. ايه اون بليس نحب نحكي معك انت، ما حاشيش نشوف وجهكم. لا بس خلينا نفهموا بعض. ما اسمعي نفرقوا الرومان. انا باش نحكي لك شنو اللي قال لي وقول لي شنو الصحيح شنو الغلط. حصيلوا فما مراه كبيره في الجامع، امه قالت لها دبر لي عروسه لولدي، لقاتك انت. قالت بنيه باهيه وبنيه عاقله ومتربيه وبنت عائله. قلت خلينا نعرف بها الوليد خليه اخوها. هيا شافك شفتو خرجت انت وياه عجبتو عجبك، قال هذه هي المراه اللي نتمناها في حياتي وما عندي حتى ادنى اشكال. هاي سيدي كتبتو صداق قبل العرس بجمعتين ولا ثلاثه سوكي باري. عملتوا قاعدة مع أبوك وأمك وهو جاء. خرجت أنت في لابسة الحجاب عادي تفهم فيا. أنت كنت تقول له اللي أنت ديما تحب تلبس النقاب وتتمنى أنك تلبس النقاب وهذا من حق يا أخي. هو فاجئك وجاب لك نقاب باش تلبسه ولبسته، وحدث ما لم يكن في الحسبان. تقلبت العائلة كل، خرجت أمك، أنت ما رفضتش، كنت محايدة ساكتة، لكن عائلتك رفضت أمك سوسيالمون. قالوا آخر ما فما قالوا بنتي تلبس نقاب أما تلبس حجاب وفولار. الراجل قال حبها تلبس النقاب، لكن الراجل معتدل من بعد، خلي مش مشكلة إن شاء الله حتى بلاش نقاب ولا بالحجاب، مش قضية معناتها. إذا بيه ما تمش العرس، قدمت به في شكايه في العنف انه ضربه، والراجل يحلف ويتكتف يقول والله ما ضربته تفهم فيا. وهاني توا سمعت من عندك انت اللي انت رافع قضيه في الطلاق. هي الحكايه هذه صحيحه ولا غلط؟ شنو هي الموضوع بالضبط؟ سي علي بشرط وقضيه خطف ودرا شنو وكذا وكذا. تهديد تهديد رغم اللي هو كي صارت الحكايه حكيته بطريقه حضاريه معناتها ما سي با لو جونر الحق نتاع ربي انا باش يخطفك ولا كذا. بعث لك ميساج صحيح قال لك هيا نهربوا وهيا كذا وقول راهو خطفني وكذا وهيا روح لدارك على اساس انت مرته يدلل عليك. فهمت؟ هذا اللي قال. زي الكل سي علي ما عنده حتى اساس من الصحه هذايا. فهمني قول لي. باهي اول ما تعرفت على الشخص هذايا. علي صوتك شوي. اول ما تعرفت على الشخص هذايا في حياتي ساعه زي اللي تخلي لحياتي بلبزها كومبليتمون. كنت نوعا وليت نوعا ما غالبك حد على يديك يا مدام. الله غالب سي علي. كيف كيف كيما البنات الكل قلت مسالش معناها نعطيه فرصه في دي ونهني على روحي. جاني مكتوب هو زواج تقليدي ما نعرفه لا يعرفني. مراه هي الوليد الحق حسب ما ريت وحسب ما قالوا لي فريق الاعداد وليد عاقل ومتربي وما تراش منه العين الحق. سي علي خليني اني نحكي لكم بعد انت تحكم معناها من الكلام نتاعي. تعرفت عليه جابت مراه، المراه هذه اني ما نعرفهاش معناها مانيش اون كونتاكت اني وياكم من الفوق. مي كي كنت مخطوبه قبل خطوبه عاديه تعرفني عن طريق خطيب الاولاني. فهمت؟ تعرفت على بعض فوالا. كي جيت وقتها جيت في العشيه كيكا مع بعد صلاه العصر كيكا جيت تدق في البيسونات الناقوس. شكون شكون؟ قالت لي حل حبيبتك. ما عرفتيش الحق. حليت الباب نلقاها هي. هي؟ قالت لي لاباس شنو حوالك انت؟ هاني متعديه من هنا. قلت خليني معناها نعمل عليكم طلق. قلت لها مرحبا بك تفضل. اكرهها. قالت لك راه فما وليد؟ مازالت. قالت لي امك موجوده؟ قلت لها لا مش ما تحكيليش على امك موجوده ولا موجوده. قالت لي فما وليد. ندخل في الموضوع. قالت لي فما وليد فما وليد راهو اني معناها نقلت ما عادش نسكن غادي معناها في البلاصه هذيك نتاعي. نقلت للشراكيه. شرت مساكنة في ايش بيه الوليد؟ قالت لي معناها وليد باهي وكل. قالت لي امه قاعده تلوج له على امراه وما لقيتش خير منك انت في بنيه عاقله وباش معناها. قلت علاش معناها نمشي لبنيه اخرى انت اولى معناها. ما فيها بس فهمت؟ هكا قلت لها تفضل وحكيت معايا. قلت لها اني راني ما نجمش نوافق الا ما نشوف معناها الولاد. فوالا شفت ولا ما نعرفش ما نعرفش وجهه ما نجمش نوافقه كيكا. معقول لازمك تشوفه تحكي معاه. قالت لي شوف هو باش تجيك امه قبل ما يجي هو. جات ام؟ جات امه هي وجارتها. كي جاونا للدار قاعده باش يشوفوا باش يشوفوا العروسه معناتها. فوالا عجبتها حاسلو ديريكت. قالت لي معناها باش نمشيو نهبطوا مع بعضنا نشريو الذهب. فهمت؟ هكا من غير ما تشوف الطفل. غير ما تشوف الطفل.
وهبطت لي قتلي قتلي راهو على فكره سي علي قتلي راهو حشي اي ولدي كما تعرف كيف الناس قبل كما تراه لا يمثل معناها كما الرسول اللي صرف تقاليد معناها كما يمشي مش كما الرسول ما نصور اي هو صلى الله عليه وسلم قال قال على سنة الرسول على سنة الرسول يلبس ما يحبش هكا السراويل تجي حر مادام هو ماهوش متقلق وما قلقش راح تغيره ما فيها باس قلت لك عاد جي قلت لي راه هو ولدي معناها حشام وما ينجمش معناها يحكي مع النساء ما يغزرش حتى في عينيهم كومبليتمون لا لابد تحكي معاه قلت لك كيفاش باش نتعرف انا عليه وما نعرفوش يا وقال لي تعرفت عليها وخرجت انا وياها وحكينا وين خرج معايا؟ شافك شافني اي حكي شافني حكي معايا شفته انت؟ اني شفته ديجا عجبك الراجل ولا ايه وقتها؟ وقتها حكيت اني وقتها شديت السحب باش ما نكتبش صديقي خاطر هي لا لا عجبك الراجل وقتها ولا ما نحكيش على الصداق حكيت ما عجبنيش الحق برشا اما شغلي ما عجبكش فيه ما بين الشكوك اني عرفت بين يا اي برا نمشي ناخو معناها جي علاش باش نقعد نرفض وكل بابا قال لي علاش معناها هاو جيك مكتوبك علاش باش تقعد توخر في مكتوبك وجيك معناها مكتوبك حتى ليديك علاش تقعد معقول استنى وكل قلت ايه ايه حكيت معاه الطفل بالكدا انت ولا لا ما حكيتش معاكم الفو هاو جيك سي علي شوف ما نجمش يكون ما عجبكش ولا ما ارتحتلوش كتبت عليه صداق لا ما نصدقهاش هذه سي علي مازلت ما كملتلكش اني معناها شنو اللي صار باش اني وافقت على كتيبة الصديق وافقت على كتيبة الصديق من باب اللي هي قالت لي سيي كي جيت نكلم فيها في التليفون على المهموته جا كل شيء صدقني حتى لي فامي نتاعهم نتاعي اني ما في بالهم حتى شيء كلمتها في التليفون قالت لي امي برا امشي كلم في التليفون اسال على حماتك دخل روحك شويه مع حماتك تعرف على العائله تعرف على العائله قدش بك جاب روحك الكل هزيت التليفون على نيتي نكلم فيها قلت لها وينك تطاش نحوالك لاباس قالت لي لاباس الحمد لله قالت لي ايش نحوالك فاش قاعده قالت لي فاش قاعده تعمل قلت لها ولا انا قاعدين نتفرجوا حتى التلفزه قالت لي ما كنتش تحضر وقلت لها ايه ولا حضرنا واحنا مع صبين تحضروا في شنو؟ تحضروا قالت لي ما حضرتوش معناها للملي قلت لها انا ملي مو في بالي ان شاء الله باش ناخذ اني ويكاند نهار السبت انت دخلت في مخك باش تملك باش تكتب صداق حكيت فيه صداق مع راجلك ولا قال حكي فيه مع بابا كتبت صداق وانت انت انت انت, انت قررت باش تاخذوا الراجل هذا ولا ما تخبيش عليا فهمني حكيت معاه وحكيت وفما قصة سي علي راهو ولا ما فماش ولا كوميونيكاسيون بيني اني وياه ما فماش راهو خرجت انت وياه شربتوا قهوه الراجل ما يشربش قهوه ما يشرب انا اعطيك من الاخر شقاه يا ولدي شتشرب سامحني سي علي خليني نكمل قال لي ما نخرجش فيها بلاد تونس هذه سمي فيها دين في تونس صدقني قلتها للقاضي قال لي تونس كافره اني ما نخرجش فيها تونس هذه قال لي اني نهزك ليبيا بلاد الخضراء دور فيها لبسك النقاب برا شوفوا كيفاش النساء ما يخرجوا قال لي النساء في تونس تخرج انت كنت لابسه حجاب اني لابسه حجاب قلت له نحب نلبس النقاب اني ما قلتوش نحب نلبس النقاب من باب اللي بعد كسمع بيا هو طلب مني باب تلقي اني ما حبيتش نلبس النقاب شوي بشوي انتم علاش الخلاف هذا صار الكل اني ما قبل كتبان صداق ولا بعد؟ بعد كتبان صداق اكتشفت بيه هو متزوج على خلاف الصياغه القانونيه راهو عنده هو عنده مراه ليبيه اكتشفت من دار الحرس وقت كشكيت بيه على اعتداء بالعنف شو مراه ماخو مراه اخرى؟ ماخو مراه اخرى وشاكيه بيه في ليبيا ومتحالفين في ليبيا فيه الفامي نتاعها معرس مراه اخرى معرس مراه اسمها كاميليا ومعرس بها وقال لي عليها دار الحرس الشخص السيد هذا روشارشي ويمشي يبصم وممنوع عليه ان تردي الخروج عليه من تونس عليه؟ من علي الحاكم نخرج من تونس علاش؟ ها قال لي لاباس ليه تمشي تشوف السيره نتاعو عند الحاكم تلقاه ممنوع من متهم باش روشارشي السيد روشارشي على المام على مرته الاولانيه على مرته على مرته الاولانيه وفما شكون اللي جا حكى لي ضاربينها فاكيني لها الذهب حتى اللي يحكي لك حتى كي نحكي لك على حكايه ما حكاليش ما قال لي شيء على مرته مش منش نحكي على المدام حتى كي جاب لي يحكي معناها مشي للقاضي يقول له اني جبت لها بش بقيمه 20 مليون جايبيني صدقني جيل دوش شطوره الشامبو اشترى والله شو اشترى؟ مش عاطرينهم ماهوش كاملين ماهوش معناها استوكاج معناها جدد ضم مستعملين جايبهم لي اشترى الذهب نتاع ليبيا سلسله مقطوعه خليني من هنا خليني من هنا كل شيء جيبهم لي كل شيء قديم يا بشوية دوختني انت يا محمد يا نعم سيدي ماخو مراه على خلاف الصيغة القانونية في ليبيا؟ لا واش خلاف الصيغة القانونية؟ اه بالقانون مشت على روحها
الكلام هذا من عهد من 2015 طلقتها؟ ايه مشيت يروح عندك قديش؟ اه؟ من قبل 2017 مشي على حالها على حالها المرأة هذي. طلقتها ولا كيفاش؟ ايه ايه طالقة؟ ايه ماشي على حالها عندك هي مطلق. قول له علاش ما قلتليش كي جيتك قول له انت ما فهمتش ما نحكيش معاه سي علي لا ولا بطاقة يعني ما نحبش نواجه وما نحبش نحكي مع الشخص هذا السيد هذا ما نحبش نواجه سي علي عاد بشوي بشوي باش نفهم حاجة يا محمد يا نعم سيدي الكلام قلت كله غلط ما هو صحيح شنو الصحيح فاهم؟ نستلكوها الحكاية تسليكة خطوة خطوة قالت إن الرجل هذا عنده مشاكل في الأمن وأنا يمكن كان نعمل استفتاء عند الأمنيين أنظف إنسان في الجمهورية التونسية القاه محمد بإذن الله السميع العليم تمام وقالت لك ما عندوش حق يطلع من تونس أو الباسبور هو قاعد في جيبي إجا شوفني وقتاش طلعت وقتاش دخلت الفترة هذه كلها اللي فاتت كلها كنت في ليبيا ونمشي ونجي والأمور طيبة زيت فوق المية والأمور هانية لا نروشر شيء ولا شيء وقالت مرتي الليبية القديمة الله أعلم بها حية ولا ميتة ما لاه يدوروا فيا بيضربوني وش عشينهم هالي كنت قاعد في ليبيا ووصل فيها حد وما كلمني حد والفترة اللي فاتت أربع شهور التالي تقريبا تقيتني أخاها واستدعاني وضيفني في داره ويعني أمورنا زيت فوق المية ما عنديش حتى مشكلة ما حتى إنسان يعني تمام والمرأة هذه مرأة طيبة وعندها لا زيد لا ناقص وأمورنا زيت فوق المية وشو نحكي لك غزي بناتنا علاقة اللهم بارك ومتفاهمين المفاهمة مش عادية لكن شنو اللي صار شنو المشكلة نذكرهاني من نهار يوم الجمعة وقت اللي جيتك على البسكلة من مساكن للطفالة يوم الجمعة حطيت البسكلة عندك ومشيت أنا وأمك صلينا الجمعة وقعدت بحذاك من بعد صلاة الجمعة حتى بعد صلاة العشاء أمورنا زيت فوق المية ما في شيء فوق المية آخر الجمعة هذه أمورنا طيبة ما تقوليش نعم ولا غير نذكر فيك بس أنا وإلى يوم السبت أمورنا طيبة جبت لك النقاب اللي قلت لي عليه أمورك طيبة نظرت أمك وقتها شعلت فيها فتيلة بلا زيت شنو السبب شنو صار من يوم المغرب تاع يوم الجمعة للمغرب شنو تاع يوم السبت شنو صار الله أعلم فهذا هو مربط الفرس سامحني سعالي هذا إنسان مازال عنده الجرأة والعين ويجي قابل ويحكي في التلفزة وعلى عينك يا طويلة يسمع 12 مليون تونسي يسمع فيها يحكي قدام الناس زيت فوق المية ولا الكلام وهو اللي يقول فيه كلمة فوق الزيت كلمة فوق الزيت مين قاعد يجي فيه هو اعتدى عليه بالعنف كاسي كوتي جوش اني عندي ضربتها يا 90% سقوط في الكوتي متاعي عندي الشهادة الطبية تثبت لانه سقط يا اخونا علاء 90% قلت لك سقوط والشهادة هي موجودة عندي موجودة عندك الشهادة موجودة عند عند المحامي متاعي موجود الادلة ضربك الكل. هو ضربني كسر الكوتي جوش الملف كامل موجود ما ضربتهاش يا محمد يا نعم حقت لي الشهادة عندي باهي شوي شوي قال ضربتها ولا قول لي احنا ترى اني ضربتها ما تحكيش معايا يا شخص انا صلح ما بيناتنا اني لا نعرفك لا نحبك لا حاجتي بيك ابعدني اخرج من ناحيتي نفسني اني من غيرك فرحانه لاباس عليا الحمد لله انت كنت غلطه في حياتي ونمحيك ونفسخ كومبليتمون من حياتي ما عادش كنت وما كنتش في حياتي نحي كومبليتمون كأنك ما كنتش كومبليتمون نحي من حياتي كومبليتمون انت كنت غلطه وغلطتها وكانت لي اكسبيريونس كانك ما تحكيش معايا ما تحكيش معايا وما تكلم نيش اكسبيريونس تتعدى من ناحيتي الناس الكل تغلط والله غالب الله غالب الغلطه نجم اني نعوضها ونجم اني نتعداها من بعد الضعف نخلق قوه ما حشتيش بيك وما حشتيش باش تكون انت في حياتي كي تقعد انت يوزنك بالذب تقعد انت اخر راجل في الدنيا ما تسكرش عليا باب وما تدخلش عليا وما حشتيش بيك بليش هذا كل ما حشتيش بيك سي علي ذاك تعرف اول ما كتب عليا صديق شعمل جاني هذاك اول ما كتب ما باش يقول لي مبروك ولا قال ما ساعة ما يأمنش بالمدني كتب بصديقه لكن لازم يقرأ ويشهدوا معاه شهود باش ينجم يدخل يكلمني أما قال باش تولي قدام ربي مازلت ما وليتش قدام ربي مرتي ساعة عمل معايا الشرعي ومن بعد دوبا ما تخلى البيت سلم عليا مبارك مبارك ومن بعد شعمل عمل الفازة أني كان شكيت بي في وقتها بصيح سير بلاس والله سي علي صدقني أقسم بالليل نزيد عليك بكلمة بدون مقدمات بدون مقدمة السلام عليكم تك والله
والله سي علي كما نحكي معك بالحق شيء يضحك وشيء بكي اوميمتون. والله سي علي سي علي قال لي اني والله سي علي يشهد علي يا ربي لنزيد عليه بحرف. يا محمد يا نعم سيدي رأي الأمور تبدأ بالسياسة راه يا أخونا علي ها خلنا نتكلم معك شوية هات العلماء متاعه قالوا له هكا هذاك كي يبدا يكلمني في التليفون قل له قل لي كلمة حلوة وقت تكتب نزيه يحط لي الراديو نتاعك الريبيتيسيون عرفت درا شكون الشيخ اللي يحط لي فيه يحط لي سمعني نقول شنو تزنزين اللي حطوا اسمع الشيوخ ماذا يقولوا نسمع اسمع يحط لي هكا في وذني نسمع يسمعك الشيوخ الشيوخ شنو يقولوا تطبيل ما فهمت حتى شيء حسيت تزنزين في وذني يا ولدي قلت راني باش شنو قول لي كلام انت ما يخوني باش نسمع كلام حلو كلام حلو ما تاع يا اخونا علاء يا اخونا علاء شويه ما نعرفش نقول اني اللي نسيت ما نعرفش نقول كلام حلو من التليفون نطلعوا رسائل بعثتهم لها فهم كلام حلو ولا مش كلام حلو الرسائل اللي بعثتهم لي طلع الرسائل اللي بعثتهم لي الانسان هذا ايش يعرف ياكل ويرقد وقال لي حتى كان ما ناخذش حاجتي قال لي نمشي ناخذ عليك مره اخرى قال لي ما علاش ما ياخذها كان معناك الكرسي عرفت يجي باش ياخذ الحاجه نتاعو قال لي ما نلقاش ساعه ماكلتي ما تلوم الا روحك التلفزه حرام قال لي كنعرس من غير خلينا قال لي كنعرس وخلينا نعرس من غير ابواق الريوس ما في التصاور تتقص قال لي التصاور كان بدر الراس ما يتصورش قال لي الراس قال لي روحني بروبا بيضا واش ليك اش تحتاج انت هاو في التلفزه هو تو هاو في التلفزه هاو قال لي هاو راس يظهر هاو يظهر هاو يظهر الراس نتاعو هي في حد ذاتها متناقضه هاو راسك يطلع متناقضه تشبيك يا معمر مازال عنده عين واحد قال لي الطالونات اللي باش تشريهم امسح وسيق بهم في الدار راهو حرام فتنه الطالون فتنه طقطق بالطالون فتنه وشو الاخ قال لي مره جاي داخل نتفرجوا على سبوعي اش تتفرج امك على سبوعي يا اخو تيليكوموند من غير لا شاور بداخل السيد لقى سبوع قص سبوعي حرام السبوعي مبدل مالنا كان سبوعي حرام مالنا سنو هذا يدور لي جهنم وبئس المصير اقتلوه صدقني لنزيد على كان اني نكذب عليه عندي ما يصبر كل شيء والله لا يظهر هكا والله يظهر مدير هذاك وجه السوق اللي يعطيك فيه اما اجا شوفه من علاش جاي توا هو جاي ما نعرفش علي يسالوا انت على الجاي على الجاي يا سيد على الجاي توحلوا انت على الجاي توحشتك على الجاي برا شوف روحك برا لوش على وحده تساعدك ولا تشوف حدك المخيخ المحدود اللي عندك بالنسبه ليا اني لا نستاهلك ولا تستاهلني مش منك ماكش منكري يعني ماكش متاعي انت كبير انت ماكش متاعي كبير مع الصغير انت ما تحكيش موديل مش عادي انت ما تحكيش معايا بيناتنا شنيه بينات القضاء يفصل كل شيء القضاء ديجا المحكمه متاعي ديجا قضيتي قاعده في المحكمه تمشي بطبيعتها ديجا مطلقتك اني مازال الحكم النهائي انت عنده شكون سي علي تعرف اني عندي الاعتداء بالعنف محامي زاد 1,600,000 موصله مع المحامي ومكمله 950 دينار طلبهم لي في الجديد. انت جيت باش تقول لها حاجه. ايه. اش عندك ما تقول؟ يا خوله. خوله. كلمك ما نكلمكش. ما تذكرليش اسمي وما تكلمنيش وما تحكيش معايا، راني انسان نكرهك، يا راني انسان نحقد عليك، عندي حقد تعرف علي علاش تحقد عليك؟ والله نسي عليه بالحق ما نعرفش دولة نحبها تخولي حقي منه السيد هذا، راني مريضة، انسانة وليت ستريسية ما عادش مرتاحة في مخ انسانة صغيرة من وحدة شوف حياتي من وحدة لحد لا ضحكة قال لك من وحدة خاطر قاعدة وحدة. يحب يونسك. باش تونسني. باللي تحب انت. اي بالحق هو راه اي اي بالحق في الوحده بالوحده بالحق اسلم هي الوحده اسمع 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 في الوحده هي إيه؟ الوحده قاتله هو ما سمحني في كلمه قاتله الوحده حتى كي تبدا وحده اما مش كيما اللي عملوا هو اني نخدم نضحك نلعب نفدلك وخير منك وموت صحيح. غادي كي اني خير منك صحيح خير نضحك نلعب نتفرهد نعمل الدنيا الكل كي وبذلك شخصيتي قويه جيتك وك شوف اللوك الجديد عجبك ولا ما عجبك والله على محلاها على محلاها يا خوله والله قلت لك جاب لي نقاب نتاع مرته الاولانيه مبقت بالابره والخيط البس النقاب
وحتى الراجل موقف لي ككس عرفتك المانكينات اللي لبسوهم يعني كك المانكينات ولبس لي واحدة يربط فيها ربطها لي ساعة لهنا لا ربطها وحدك ربطت مسيد لك خرجت لهم يقطشني هلا حطته لي فوق منظر الطفلة قال لها كي انت ما تحكيش معايا مرتي واني حرفة لا لا, لا 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 طلعت ما كلمتهاش كش على امي قال لها ادخل ما حاجة اي عمل قطومي قالوا امي تنحى شعمل لي يعمل لك بالغش نتاعو نحي لي النقاب فوق راسي يلوحوا في القاعه ويسكر بيه يقولها تو اني نعرف شنو نعمل عندي سكر الباب احسن بالله العلي وعمل اللي عمله ونفذ اللي في اللي كل في مخه ونفذه وانت علاش اعتدي عليا بالعنف عليه على النقاب ساعه الاعتداء بالعنف باش ياخذ الحاجه نتاعو بالسيفه عليه هذاك اغريسيف يتصرف تصرف سافابا المحكمه كي عينته تلقاه يلزمه بسيكولوج نقز على البنك ويتفرج على الديزاني ميم تاعك لان راهم نتاع 5 ans 3 ans 4 ans يبداو يطلع الصور المتحركه امي تبدا تصلي تقول يا اخي يا اخي لبس في مخه شكون عملك نقولها هو شوف عليه شوفوا كيفاه قول يا اخي شبي اخي بنيتي فيش حطيت روح اخي هو مش عادي هذا اش يعمل اشترى الباكيت نجيب له العشاء نتاعو يعمل لك اشترى الباكيت مش كنقصه كيفنا نحن اشترى الباكيت باش تعمل بيه ساندويتش انت ولا اشترى الباكيت يغطسها في الشرب يعمل لك اقسم بالله نبدا عامله هكا بيت يحبني شنو هذا نقول شنو هالراجل هذا اللي جا في حياتي اقسم بالله نبدا عامله يجيني هذاك اللي سايم يحكي على الدين سامحني في الكلمه قول له يجينيش مبارفن قال لك ما يحطش حتى بارفان كلاست هاي قعدت لكلاست مش نعاير فيه راه اما الدين شنو يقول نظافه من الايمان نظافه من الايمان ولا وين نظافته ما فهمش قشة بيه اشلك اني لا يكر لي به ويقول لي ذاك استقصى يقول لي في العيد شنو نعمل لك تغلون لك بالدورو والعشرين فرنك نجيب لك 80 دينار كنكونهم لك بالعشرين والدورو نجيب لك حق العيد متاعك 80 دينار يزيك فيها الف برك مرثي جشري لي دوية قال لي هكاية انا دوية غالي اشت غالي ما فماش دوية كان في عهد الرسول فما دوية كان في عهد الرسول فما دوية يجي فيك لك يجي فيك من راسي عندي شيني زيت كورينيك وحكم علي حكم علي طبيبة ما نلبسش النقاب قلت له قال لي هاني جايك تو باش نطلقك قال لي صار انت ماكش تلبس النقاب نخرج معك وجهك مفرتح قال لي ساعه في تونس ما نخرجوش قال لي تونس بلاد الكافره اش تستحق كوخ نحن نمشي ونسكنوا في كوخ مترو على مترو شويه حط بيت والطيب كسرونا وسحن شلاك نيلون وروبا واخرج اغسل وجهك بمساج الغريبه الغريبه يا خوله انه يضحك على كلامك يضحك على خاطر انسان بالحق فارغ ليه لو كان جيت ظلمته والكلام غلط راه يعمل رياكسيون إيش نقول هذا في الشيء من عندي تطلع على الملف متاعي الكامل كان هو عنده شكون اني هاني جيتك سي عليه باش اني نثبت للناس اللي اني ما عندي حتى شيء بما يثبت فيه اللي اني جيت نواجه في الناس الكل اللي في 12 مليون تونسي جيت نواجه فيه باش نثبت اللي اني ما عندي حتى شيء وما عندي علاش نهرب من الحقيقه اللي هو تهمني بها الشخص هذايا انسان نخدم على روحي انسان صاحب تمبيونس نحب الزحمه نحب اللعب زي فرد علي حاجات اسمع الناس يلوموا علينا شويه قال لك محمد ما حكاش خلي برر على الاقل احكي يا اخونا علاء اخونا علاء بنحكي كنت قصها شويه الكلام ما تقولوش تعديش كله لا نحكي علاش علاش نطلب منك تعديش كله كانت تعدي كله تقراها تلقاها في الحبس هي لا لا تكلم تنقل تمام تلقى في الحبس تمام بشوية الساعة انت جاي اليوم اش تحب يا محمد حب على مرتي يعني قال لك حب على مرتي اني ما نحبكش وما حاشتيش بيك وكي توزن وكي توزن انت بالحب اني ما حاشتيش بيك نكرهك ورفضتك وما عندك حتى سيله وحتى علاقه بيا وما عندك حتى بيبس انت مطلقه سي علي في الابتدائيه برب سمعني بعد كلام اللي قالته فيك هذا الشيء بك انت يعني نرجع لك انت معذوره يا اخونا علي معذوره اخي عرست بيك سامحني يا سيد انت يا اخي تعرفني يا اخي قعدت معايا تعرفني انت تعرفني نعرفك انت شكون شكونك انت سامحني شكونك انت شكونك انا محمد انت هو الراجل اللي وافقته كتبت عليه صداق يا مدام يا خوله سياسي عليك غلطه وغلطتها واني هاني قاعده ان شاء الله ربي يسهل لي ونطلق علي قلت اني يمكن نلم على روحي معناها علاش نقعد نضيع في الفرصه نتاعي فهمت شدك ما حاشتيش بيك ما فماش قال لي الخروج قال لي من غير نقاب قال لي شنو نخرج واني واك نخرج معاك وجهك مفرطح لازمك تلبس النقاب المراه فتنه المراه ما تخرجش الوجه العريان نتاعها هذا حتى الخروج منعه علي علاش جيت يا خويا يا محمد يا خويا علاء مراه ايجابيه هذه برسمك لحظه خلينا نقعد بعد ذاك باش تسكت لحظه
لازم نقعد بحذاها المدام. اقعد يا اخوي علي وفهم لي. تقعد سي علي ومرحبا بيك سي علي. اقعد ومرحبا بيك. عايش لا مش هو الراجل. لا ما هوش راجلي وهذا مش راجلي. كي تقعد انت اخر واحد. انت راجلي. عاشي حاجتين نحب نعرس على روحي كان مش بها بغيرها. برا عرس على روحك يا بابا. شدتك هاك البلاد مكدسه كل البطاطا برا. بابا عرس على روحك برك شدتك انت باهي كويس باهي شدتك. نحب نعرس برا عرس ولا امور باهي سمح انا ما نحبش نعرس. يا ودي تحبه ولا ما تحبيه تنموت فيها يا اخونا علي. تعرفوا على الجاي هو عنده مبتغى هو كل حاجه جاي عندها بيت. هو جاي لهنا باش يسقط عليا بيدفع حتى تعويضات ليا اني خاطر ثبتت لي المحكمه اللي عندي تعويضات عن طريقه هو خاطر اثبتت عليه بالسيرتيفيكا ميديكال وبكل شيء. لا 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 القضاء ما يتاثرش برنامج تلفزي راه القضاء يفتح لابا العمومية تنجم تفتح بحث على برنامج تلفزي جاو فيه ناس يحكيوا. أما القاضي قاعد في داره وعنده الحيثيات القضية والجلسات والمحاضر ومحاضر بحث البداية مش باش يتأثر بالسيد هذا جا في التلفزة قال كلام ولا ما قالش. لا 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 كويس كلام زين. أي يجي يقف بحذايا مدام يقف يا خونا علاء لحظة من غير حاجة بسيطة يا محمد أي يقف تنقل أي كمل أي يا اخونا علاء انا جاي لهني نحب نعرس كان مشبه بغيرها. شو بغيرها نجيب لك واحده اخرى؟ امبوسيبل يا ودي برا عرس. انت ديجا قلت لي اني ما حشتش بك باش نطلقك وقت ما وافقتش عليك. انا افتراضا افتراضا يا اخويا نقول لك حاجه انت صوره انت متخبي وراك الصوره الخبيثه اللي في مخك جست مظهر. انت ما تتصلحش ما حاش نحكي معاك بكل برودية دم ما حشتش بيك نفصلوا ما بينك كل شيء. ديجا القضاء قاعد يفصل في كل شيء. ديجا شاكيه بيك وامورك واضحه معايا مع القضاء. سؤالي ليك يفتح هذا الستار ترجع لراجلك نعم ام لا؟ لا رفض. جواب نهائي. رفض انت. شكرا لك مدام. شكرا. محمد. نعم سيدي. اقعد اقعد. ما فهمتكش يا محمد. تفضل. عندي 12 سنه في الايميسيون هذه. تعداوا عليا اللي تعداوا. واحد كيفك انت ما ريتش. بسيطه الحكايه خونا علاء. شو بسيط؟ هي هذه الحركات دير فيها هذه حاجه هاي. عاديه. معقوله. ليه مش معقول اللي قاعد تقول فيه؟ لأن هي تحس إن هو شكي بها وفي قلبها يعني محمد ما عايش خويا محمد محمد في مشكلة بينك وبين المرأة. إيه مشكلة كبيرة. أنت تبسط في العملية وهي تحكي في حكاية أخرى كومبليتمون. قالت لك ما عينيش ما حشتيش بسلامة صباح الخير. وبعد أنت تقول لي هي يا غيرها. شو عندك غيرها لهنا أنت؟ حاول نقصدي يا خونا علاء. تفضل. من عام 2009 ونخدم في ليبيا، العام 2017. هي إلا من كل هذا طفولها. ايه الرجل ده ذهبي والرجل ده مش خلاني مش عارف اسالي روحي. ايه بالقضاء هذاك بالحاكم داخل. لا قد ما جابليش. هزينا 10 شهود. ما جابلك شو اثبت انك انت جبت لها. رفعنا 10 شهود ورفعنا الفيديو. اثبت انك انت جبت لها. ومشاده في الانكار. اثبت جبت لها يا محمد. وتاخذ حقك. اما مش انا باش نثبت لهنا. داكوردو محمد. الله يهديها على كل حال. الله يهدينا جميع المؤمنين. شكرا لك محمد تحيه كبيره لمحمد. الله يفتح عليك. مغسي بكور. الله يفتح عليك. قسما بالله العظيم لا فهمت منها كعبه الحكايه لا فهمتها هي ولا فهمت هو واش قاعد يحكي. اول مره نعمل ايميسيون مدتها ساعه ونص نحكي ونحكي ونحكي وباش نفهم الهدف نتاع الطرف الاول والهدف نتاع الطرف الثاني ما فهمتهمش الزوز. كان انتم فاهم فهمتوا فهموني بجاه ربي. مشاهده طيبه للجميع. بعد الفاصل باش نتبعوا حكايه نجوى اللي حاولت تيلي 13 سنه إنها تجيب صغير من صلبها لكن الحظ والقدر ما حالفهاش. من 2006 2008 بدينا نعالجوا على الصغار. تعالجوا على شنو؟ على الصغار. على الصغار. باهي أنت وياه؟ أنا وياه. إيه المشكلة عند شكون؟ بيبن نمشوا له نعدوا عنده يقول ما عندكم شيء الزوز لاباس عليه. هما شنو المشكلة؟ ساعات نقول له كي تحب تطلقني هناك كي تاخذ مرة أخرى وزيد ما تجيبش الصغار. يقول لي زيد نعاود نطلق المهم حاجتي بصغير.